على الحب والمودة أحبتي مشاهدي قناة العراقية الفضائية، ألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج السلطنة والغناء ميلودي. كل عام وأنتم بألف خير، يا ربي نعاد عليكم بالخير والسعادة والسرور والمحبة. ضيفنا اليوم فنان من فنانين برنامج عراق آيدل، هذا الشاب صاحب ابتسامة جميلة أحب الجمهور بابتسامته وصوته الجميل. رحبوا معي بعلاء الفرطوسي. هلا علاء، ياك الله استاذ محمد، كل عام بخير وانت بألف خير يا رب، صحة وسلامة وان شاء الله، صيام مقبول، الله يحفظك الجميع يا رب. قالوا لك ضحكتك حلوة مو؟ هي بس الضحكة ان شاء الله دوم. الله يسلمك. وكذلك يسرنا ان يكون معانا عازف الاورج الجميل محمد رمزي، كل عام انت بخير حبيب قلبي. نبدي على نبدي يلا نبدي نبلش نبدي من البرنامج. انت شلون رحت للبرنامج؟ وهاي يمكن فرصتك الاولى صح؟ اي فرصتي. لو انت كنت قبلها يعني، لا انا كنت مطرب شعبي يعني، فاجتني فرصه والحمد لله. شلون رحت للبرنامج؟ والله يعني دخلوا علي بالانستغرام، قالوا دزلنا مقاطع وما اعرف شنو، دزيت لهم مقاطع فقالوا راح نعطيك موعد. يعني ما متوقعاني يعني، انا عبالي قلت ايش فشي يعني عابر نقول، دزيت لهم مقاطعي وما اعرف شنو، قالوا راح نخابرك في يوم. قاموا يتصلون علي ارقام لبنانيه، قالوا راح نحدد يوم ما اعرف شنو، يوم الاختبار. زين قلت لهم اوكي، انا يعني بيوم الاختبار صارت عندي عصب الكلى، هملت الموضوع والله العظيم، هملته كلش يعني. قلت لهم ما اروح، فقالوا احنا كنا مختارينك وما اعرف شنو من الاصوات. قلت لهم ما اقدر يعني، كنت كلش متاذي يعني مو، فقلت خلني اروح انا. على انت وديت لهم موال اكيد؟ انا دزيت لهم موال ودزيت لهم اغنيه، فهم يريدون تقريبا 5 مقاطع 4. دزيت لهم انا، كان اختبارنا بالمتنبي، فانت ذات باوع على المشتركين، هذا الكاذ عود وهذا الكاذ جيتر وهذا ما اعرف شنو، هواي امور. قلت انا من ذولي 4000 مشترك ما ادري ايش قد، انا اطلع من ذولي هاي يراد لها فخر. فالحمد لله وشكر اختبرنا احنا بالاختبار، بس تغني واطلع، ما يقولوا لك، لا يقولوا لك ايه، لا يقولوا لك لا، شنجونا بالاشاره. اي والله العظيم كش غنيت قبل. من كان؟ احمد نعمه. احمد وعلي نعمه بدر. تحياتنا لهم وديع ابو رعد. غير تقولوا له ماكو غنيت. قال لي يلا ابني تفضل. حلو. يا بشينا اي لا ماكو. صرنا يومين تقريبا بالمتنبي، من 6 الصبح تقريبا ل 8 بالليل 9. ثالث يوم بقينا تقريبا من 4000 صفينا يمكن 200 نفر. زين انطونا نتائج بحي الجامعه، هم على العلونة كلش يلا صعدونا، ما صعدونا بسهولة. اي تهنى تقريبا البيروت 60 واحد، وعتهم هناك هم جايبين يعني مغتربين. اي لا مغتربين يعني، ويانا من بلجيكا، ويانا من لندن، ويانا من دبي. المشتركين اللي اجوا من غير مكان. اي هواي يعني، والحمد لله والشكر، هم من شلع قلبنا وصلنا لله. حلو. اي معاناة. قل لي علاء، يعني شنو الاشياء اللي قبل لا تطلع للبرايم او قبل لا تطلع للاحتفالية، ويعني اذا تفكر شنو اللي يخطر ببالك، شلون راح ترضي جمهورك، شلون راح قبل لا تصعد على المسرح؟ لا قبل لا تصعد يكون توتر، يكون خوف، شلون راح توصل للعالم، شلون راح تأدي. الاولى الاولى كانت الاولى. الله اكبر. الاولى عندي مطبوبين بنار جهنم. زين. اي والله العظيم احس يعني شو اقول لك، يعني اريد اوقف على رجلي على المسرح ما اقدر، من الخوف من القلق من يعني لجنة قدامك راح تثقل النفس ما أدري وش. لا ماكو ثقة، أستجيب لأكبر فنان. إيه؟ كبداية هيك يغني على مسرح كل الدنيا تباوع عليك. إيه؟ الوطن العربي كله يباوع عليك، وأمامك لجنة وعندك فرقة تقريبا ب60 نفر يعزفون الناس يعني كبراء كاظم السار والفنانين العرب. إيه؟ إيه يعني يعزفون. إيه أنا وين من حفلات شعبية توقف على مسرح، يكون عندك ارتباك، يكون عندك خوف. صح. يكون عندك كل شيء. من كان ذراعك الايمن اللي او عرابك اللي ممكن ان يقول لك روح انت صر الزين بهاي الحلقه كذا بهاي الحلقه كذا، يعني احنا راح نصوت لك احنا، يعني منو اللي كان عرابك بالموضوع؟ يعني هواي اصدقائهم الله يحفظهم يعني كلش هواي ساعدوني، بس اكو واحد يعني صديقي محمد، يعني محمد الساعد تحياتنا، عازف عود. زين. يعني كنت اخذ مني معلومات بالعود، يقول لي غنى هاي حلوه بصوتك هاي ما اعرف شنو هيك، يعني ينطيني معلومات الولد يعني. الولد عافك ببيروت وهنا ظليت. لا لا والله العظيم بالعكس، هو الولد هو صاحب المبادره، هو اللي قال لي شارك روح ما اعرف شنو، مبادره حلوه هاي لك تفيدك بالمستقبل برنامج. بالبدايه المن شفت روحك المن تغني وشفت روحك كل هاي الثقه الرايح بيها انت ورحت لبرنامج عربي وبناس وبفنانين وبفرق عربيه وبفنانين مغتربين، المن تسمع وانت رايح كلك ثقه يعني، المن كنت تسمع من المطربين؟
شوف استاذ محمد، احنا نسمع كل المطربين جميعا، يعني انت لازم تسمع كل المطربين على متواكب الكل، بس انا المطرب اللي دائما يعني شلون يقول يشبهوني بي او صوتي مقرب له واحبه انا دائما رياض احمد، يعني الله يرحمه. حلو. ايه والله تغني للرياض. رياض صوت يعني ريفه ما يتكرر بالعراق، صح، بس هو المرض واكبه بعد وما يقدر يكمل الفن، توفى الله يرحمه. قل لي كانوا يفرضون عليكم اغاني ذاك بالبرايمات؟ يعني والله يعرضون علينا اغاني هواي، بس اكو اغاني هم فرض، يعني اكو اغاني يعني نقولهم مريته ينطونا، يعني ايش نسوي، احنا مجبورين، احنا رايحين بمهمه، فانت غصبا عليك تغني، مو اجبار اجبار، احنا ما نقول اجبار. زين. يعني هم تحياتنا القناه، زين هم مو يعرفون قناه ام بي سي، يعني قناه، يعني هم مو يعرفون، يعني ما يعرفون انك انت مثلا امكانيه صوتك ان تغني ريفي. ايه. او تغني اي انا حصروني بالريفي. اي ما يخالف، زين. اي يعني خلنا اضحكك. ايه. يعني ايدي لبناني من الكادر مال بالام بي سي، جاني قال علي بدر، قال له خلي علي يغني لبناني، قال له عم وين اللبناني؟ قال له عوفه رجال هذا مملوح يغني بس ريفي عوفه. قلت له انا وين لبناني غني؟ قلت له انا رجال غني هذا ما غني، غني ذن ميلاتنا. اي لا ميلاتنا وين شو وداني بعد. يلا خلينا نسمع، راح نسمعك طبعا شيء على العيد كلش حلو، اغنيه هاي جديده شوبيه. يا ولي يا ولي وخذان الشوق من يمكم، يا ولي دورت عن ادوار ولا ظل شارع لحارة، انطيح اثنين عيوني للجاب عن افشارة. ايوه حبيته وذبت بعينه ما ادري من يعطينا، يدرينا موت بحبه وعايفنا تشوى بناره. لفيت لفت عقال وشيخت قلب بحبه، يا خوف كل هالفتره الغير دقدق قلبه، دقدق دق 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 قلبه. اشتري حضن اشرايه يسوى روح ودنياي، قل لو لهزز الشوك قلبه ورفعت الرايه. دورت 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 عن ادوارة ولا ظل شارع لحارة، وانطيغ اثنين عيوني للجاب عن ابشارة. حبيته وذبت بعينه ما ادري من يعطينه، يدرينا موت بحبه وعايفنا تشوى بناره. أيوة. كون الله وتلمنا دروب، كون الله لو نتلاقى، والله وقعت بإنسان هذا اللي موت فراقه. يلا لفيت عقال وشيخت قلب بحبه، لفيت عقال وشيخت قلب بحبه، يا خوف كل هالفترة الغير دق دق قلبه. حلوة الأغنية. اي حلوة، ردنا نقوم ضربة الأغنية ترى، مو ردنا نقوم نشوف. اي سبح عندكم. على حلوة الأغنية، موفق بها ان شاء الله. طول عمرك استاذ، الله يسلمك. على أرد أسألك
انتم كنتوا بالبرنامج مو بس تردون تتميزون بالاغاني، تردون تتميزون حتى باليوميات، يا اهل يبرز اكثر، يا اهل يحكي نكته، يا اهل كذا، يا اهل بالبرنامج يعني باليوميات. والله اقول لك، تقول لي جوز يجامل وما اعرف شنو زين. والله قالت لي راح متفلفل البرنامج، يعني انا مضحك البرنامج كله زين. يعني بنقعد بالفندق بالريسبشن نقعد وما اعرف شنو، تعرف بعد احنا ناس نحب نضحك، نحب نعيش يومنا، صح نضحك الفندق كله والله، حتى عالم تجي يمنا ما نعرفه، نضحك نكت ما اعرف شنو، هاي نقضي يومنا. فكانوا تقولوا لي انت فلفل البرنامج، يعني حتى من خرجت ثاني طلعت بالنهايات، يعني باللايف الثامن تقريبا. شلون كانت هاي اللحظه على ومن طلعت قفلت موبايلي؟ لا والله العظيم قلت لهم لا حد يحكي وياي، عفوني يوم كامل انا قافل موبايلي. خربت النفسيه؟ مو خربت النفسيه، هي مواجهه الكل تطلع اذا ما هن يعني انا غنيت بس لايف واحد ما غنيت به، هن 10 لايفات البرنامج كله، انا غنيت 8 وبالنهايه ما غنيت، يعني بس بالتاسع انا ما غنيت بالسيمي فاينل زين ما غنيت. فلازم تطلع اذا ما طلعت هاي الحلقه اللي وراها، فاللي يوصل هيك مواصله نقول الحمد لله وشكر. كل انسان احكي لي شنو علاء الفرطوسي؟ والله وصف لي علاء الفرطوسي. والله انسان بسيط الله وكيلك زين، كلش بسيط والحمد لله وشكر عايشين زين. ست كلش تسوي روحك كلش مو ولا كانك ذاك اللي شفناك بالبرنامج الهلوب المدري لا لا والله بس ما بالبرنامج ما نغير شيء. علاء منو اللي كنت تتمنى يعني يكون هنا بين عيونك، تتمنى ان يكون هو راضي عنك بالبرنامج، يعني تقول هذا اليوم خلى اغني بس المهم بين عيوني فلان اللي هو راح اذا رضى عني يعني معناها انا حتى اذا ما غنيت زين هو زين. والله الحقيقه غير احكيك الصراحه ايه؟ يعني هم كلهم يريدون يرضون علي، يعني احنا البرنامج مالتنا مو كل فريق مثلا يختار له مشترك، لا احنا كل احنا بدون يعني بدون فريق زين. اي فكان استاذ حاتم يحب الموال، اذا ما غنينا موال ما يرضى علي. يزعل والله يزعل علي حلو. يحب الموال يقول انت صوتك حلو بالموال مميز وما اعرف شنو. فحتى يعني بالام بي سي قاموا كل حلقه يقولوا لهم انطوا موال لعلاء، لان علاء تميز بالموال والعالم حبته من بالموال وما اعرف شنو، والحمد لله والشكر. زين شخص كان اللي ببالك هسه الجمهور اتفقنا هي. وحاتم العراقي تحياتنا لابو احمد. اي ابو احمد تحياتنا له. سولف لي شخص كان ببالك من تصعد تقول هو هذا اللي يرضى عليه باللجنه؟ لو لا لا خارج اللجنه يعني بالبيت انا والله بالبيت. اهلي خطيه كانوا منتظريني، يعني من تبدا الحلقه وما شاء الله بيتنا ينقلب ملعب صدق. اي والله العظيم يشوفوه كلهم عمامنا واخواننا واصدقائنا ويعني جيراننا. بس لا تمقول حتى يقولون يا بقول لا شنو. لا يا بس هي القويه امه شو تقول؟ تقول احنا مو تطلع من خلال البرايمات وهاي كل جمعه تقول فاحنا نطلع يعني شلون احنا نفتخر وما اعرف شنو. قالت لي اي روح ابنش طق راح يشريكم سيارات وبيوت وما اعرف شنو. ابوي خابرني قال لي بابا العالم دقت لنا طبله، تعال عمي تعال ارجع، وين البيوت وين السيارات؟ والله حتى انا سيارتي بعتها قسما بالقران الكريم. اخ والله العظيم بسبب التصويت. اي لازم تصويت وما اعرف شنو، بس هم يعني ما انت الله هم يعني فندق عليهم طيران عليهم، بس احنا اكل وما اعرف شنو ملابس يعني صرفيات هوايه. قولي علاء شنو صفه احلى صفه بالمراه اللي تتمنى ان تكون الك يعني؟ استاذ محمد ترى كله احنا ماكو واحد ما يحب الحلوه، صح لو لا؟ لا كلها والله الحلوة. جميل يحب اي الحلاوه مريوده، بس اكيد تاخذ لك يعني بنيه يكون اهلها تقول يتعاتبون اهلها، بنيه مرتبه، بنيه يكون دارسه، بنيه واعيه، بس يكون تفتهمنا. الصفه الاولى ان تكون حلوه طبعا. شنو يوميا بدل انا حاجه غير 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 اخذ لي وحده حلوه؟ يعني ما استاهل وحده حلوه؟ تستاهل من هذا انك تستاهل اجمل مرأة. خلينا نروح فاصل ونرجع. يلا خلينا فاصل. اذا حبايبي المشاهدين فاصل وراجعين لكم. ورجعنا وياكم حبايب المشاهدين وكل عام وانتم بخير مره اخرى، وضيفنا العزيز علاء الفرطوسي. هلا عاد محمد في دول عمرك تعبناك اليوم حبيب قلبي الله يسلمك. علاء شنو اول قرار اتخذته بعد عودتك من البرنامج؟ يعني ايش فكرت ان تسوي؟ لازم نرجع اشتغل على نفسي، لازم اسوي شيء اللي تحبه العالم، لازم اشتغل اغاني، يعني وصلت مواصله كلش حلوه، فهاي المواصله لازم نحافظ عليها. حلو قررت يعني اشتغل اغاني
هواي امور يعني. انا تقريبا من بعد البرنامج اشتغلت 5 أغاني 6 هسه عندي هواي يعني. حلو. هي هسه الحمد لله شكرا عندي هواي اغاني يعني، وماخذ من ناس نجوم. خوش. المكان اللي فكرت ان تروح له دائما ترتاح، ترتاح بهذا المكان، تروح له وينه؟ والله اكيد الراحه تكون بالبيت. انت بيتوتي؟ لا مو بيتوتي، لا ما تبقى بالبيت. لا اطلع اطلع، بس تكون الراحه ك يعني رست وحدي وهاي بالبيت. أه. والله بس انا اعطيني خضارات ما اعرف شنو هيك ما يقعد نفسيه ترتاح فول. حلو. اي انا احب اقعد هيك واحد. فادتك لبنان معناها؟ ها لا والله ما طلعونا. اخ والله العظيم كانت راحت عليك معناها. لا شوف العالم مو شوفنا باللايف احنا عبالهم متونسين. لا والله العظيم كانت بوقتها كورونا ماكو طلع ابد. آه. والله العظيم من اللايف للبروفات ما اعرف شنو عاد الحلفه يمكن طلعونا مرتين بالنهاية وأول ما جينا دارت السنة إحنا هناك. أنت سجلت أغاني قلت لي مو؟ إيه خلينا نسمع فد شيء من اللي لك خاص بيك. راح أسمعك أغنية بيات. إيه. هي من الحاني. حلو. وكلمات صفاء المياح تحياتنا إليه. تحياتنا. إيه. نظرت يلوح 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 شخصك علي ما ملاح مليح مليح ما مالح وقصر حبلي المودة وياك ملاح ملاح مالح شحط فوق الملح ويصير شحط فوق ويصير مالح يغزر يغزر بالصديج الخان بين لك كان ناوي لك والله ناوي لك كان ناوي بهالسنة عالم ضوا ينساه لا ريد من عتم هلا ولا ريد أبد ملقاه لك كان انا وبس انا لم هو ينساه لا اريد من عدسمها لو لا اريد ابد ملقاه كل من يحب نبغاي دور طمع وياي كل من يحب نبغاي دور طمع وياي بالحجاي تقبال الشكيل وبظهر غير حجاي خليهم ويعوب واتمنى لا ينسوني خليهم يعوفوني واتمنى لا ينسوني صحبتهم وياي دغش ما شوني بس عالغاية الغاية الغاية عشو قررت أعيش لوحدي قدام أخوي وصاحبي ومظهر كلهم ضدي ما ريتهم كل شنتها قررت أعيش لوحدي قدام أخوي وصاحبي ومظهر كلهم ضدي كل من يعوف أصحابه ودني عشت بغابه كل من يعوف أصحابه ودني عشت بغابه قالوا نحبك صدقت تالي طلعوا كذاب قالوا نحبك صدقت تالي طلعوا كذاب
حلو. هاي الحانك؟ هاي الحاني. يا بتي ليش ما تصير ملحن احسن لك؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله عن قريب. شويه شويه اذا نلتهي بالالحان والغنى ما مدى الوقت. زين علاء، شنو اللي يميزك من بين زملائك من المطربين؟ اكيد كل فنان يتميز ب شلون نقول بشغلات اللي هو اللي مختصبين يعني بالغناء بالكاريزما مالته. ميزتك شنو منهم؟ كلهم حلوين، كلهم مرتبين وحلوين واصوات واشكال عالية. كل من يتميز، انا اتميز بصوت، انا ميزين بالموال فالحمد لله والشكر. كديزايني لبسي قالوا لي حلو عند العالم. اي نعمه ماشي. عندك موهبه اخرى غير الغناء؟ اي اكيد. شنو؟ لعب طوباني. اخ والله العظيم يعني ما توفقت بالطوبة، اتجهت للفن. شنو انكسرت ما خليك بالاحتياطية؟ شنو اني لا مو مال احتياطية استاذ محمد. شنو انا لاعب مو اي ليش وين لعبت وين يعني بتجيلي. شو الطوبة يراد لها شلون نقول حيل. زين بعد راح وكان ابوي شوية تعبان، انا بمكان ابوي عفت الطوبة، وبعد ما الطوبة يراد لها خلق كبير. على احكي لي اخر هديه حصلت عليها وين شو وقت؟ قبل شهر حصلت طوق سياره. سياره شو الطوق؟ ما نصيحه ما وصلها. شو الطوق هديه؟ ها شو الطوق؟ انطوني والله هديه. هي الهديه ما تنحكي يعني. هو لو ما يعزك ويحبك ما يدز لك هديه. هديه كلش حلوه. قول لي علاء، هل في يوم من الايام انت كذبت على امك على ابوك؟ لا تقول لي واحد ما مكذب على اهله. والله العظيم كذب على امه وابوي. شنو واحد ما مكذب على امه وابوه؟ مكذب انت هواي مو شلون ما مكذب؟ قال هم يصدقون بيك. ها لا مو لا لا اكو يعني شلون يقول كذبه بيضه. شنو بيضه؟ اي والله العظيم يعني مو كذب عليهم. لا يعني مثلا يقول انت وين، اقول له بفلان مكان يعني المكان الغلط، هو ما يرضى بهذا المكان. اقول له انت وين ما ادري شنو وش تسوي. كذبه عايشين وش يسمون؟ اي كذبه مو ما كذبه بيضه. اي لا شو يسمونه غير قولي علاء، انت تغار من احد من المطربين مثلا؟ اكو مطرب كل الزين يستفزك يخليك تراجع نفسك كذا؟ لا والله العظيم ما غار من اي واحد، انا بالعكس والله لا احب الخير لكل الناس. اوكي اكو مطرب من المطربين يعني قد ما تسمع تقول هاي الاغنيه الاوليه هاي؟ اي هواي اغاني هواي مو بس هو سبحان الله. هو شلون نقول الله كاتبها لك، الله كاتب هاي الاغنيه لك الاستاذ محمد، ما تصير لغيرك. زين انتهت هذا. احكي لي اللحظة اللي كنت تعبر بها من مرحلة إلى مرحلة بالبرنامج، شنو كانت؟ يوم الجمعة والله العظيم تقول تقوم القيامة عندنا. والله العظيم. أنت مو عد أهلك، ما له علاقة بأهلك. بالبرنامج؟ إيه؟ إي والله يوم الجمعة عندي. إيه؟ شلون واحد طاب بمهمة، إيه؟ مسلمينه مهمة، هاي جمعة خلال ساعتين ثلاثة خلصن؟ أوه. إيه أروح أرجع ما أدري إيش صاير، نزل مي بارد على قلبي. إن المواجهة صعبة ولجنة وما أعرف شنو، والعالم منتظرتك تريد شيء منك حلو. هلا أنت من خلال فنك وين تريد توصل؟ هل هي رسالة؟ لو أنت تريد تجمع فلوس هواي، لو شو تريد؟ الفن يكون أكيد عندك رسالة. الحمد لله شكراني يعني مو أقول لك أنا من خير يعني سيد الوالد ما بخلينا بعازة إن شاء الله الحمد لله. أي فأحب أوصل نفسي بعد أكثر. كل إنسان يطمح لنحو الأفضل وإن شاء الله كلها بيد. يعني مو فلوس؟ لا هو شيء ماكو ترى غانة ما تسجل ببلاش. صح. تصور وسجل وتوزع وكل يا مرقناص يراد شيء يعني متداول، بس ما مخلين بالمرحلة الأولى الفلوس. لا رسالة. يلا خلينا نسمع. أي اللي يحب وحدة بحياته ويبقى للموت، اللي يحب وحده بحياته ويبقى للموت، مو ياغول شفتها وجلبت بيها، وعيب على الرجل يضحك على النسوان، مسكين التحبك تلاماليها، عيب على الرجل يضحك على النسوان،
صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام ببيتكم صدقوني صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام ببيتكم صدقوني زعلان واصلني اي حكي مهموم حاصرني اي البكي زعلان واصلني اي حكي مهموم حاصرني اي البكي ولها سبب ما جيتكم صدقوني ولها سبب ما جيتكم صدقوني تدرون بي من نحب ما خلي الشاي من روحي وشلون بي ويا البعد وشلون انا ويا جروحي تدرون بي من نحب ما خلي الشاي من روحي وشلون بي ويا البعد وشلون انا ويا جروحي زعلان واشعر بالخجل واليوم مر بي الزعل زعلان واشعر بالخجل واليوم مر بي الزعل ولها سبب ما جيتكم صدقوني ولها سبب ما جيتكم صدقوني في دول عمرك سعد حلوة. تحياتنا لملحن هذه الأغنية العزيز الغالي إبراهيم السيد صديقي، تحياتنا لك وتحياتنا للفنانة منى العبد الله اللي غنت هاي الأغنية. من هاي الأغنية على كل عام أنت بخير، وأنت بلخير ويانا في دول عمرك، وأنا كنا سعيدين بهذا الصوت الجميل. الله يسلمك، تعبناك اليوم. شكرا لك يا حبيبي، شكرا لحضورك ويانا. شكرا لك أنت وشكرا للكادر الجميل قناة العراقية، تعبناكم اليوم. شكرا لك يا دول عمرك، وشكرنا لمحمد كل عام أنت بخير مرة أخرى حبيب قلبي، والشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير. وصلنا وياكم إلى نهاية ميلودي. شكرا لكل الكادر اللي كان معانا، شكرا لإذاعة IQ اللي قدمونا هذا المكان حتى نصور. نلتقي في ميلودي آخر إن شاء الله، لكم مني كل الحب في مالك.